أستخدم بعض زجاجات الخمر الفارغة لتزيين البيت، فهل في ذلك شيء؟ لا، لا شيء فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أفرغ آنية الخمر وآنية الحمر الأهلية وكذا أمر بكسرها، فقالوا هل لا نستفيد منها يا رسول الله؟ قال إذن فذلك، وترك لنا الاستفادة من أمثال هذا. لكن في نقطة ثانية، وهي أن هذه الزجاجات جميلة جدا، زجاجات الخمرة دي والعياذ بالله بيعملوها جميلة عشان يرغبوا الناس في المعصية، فتلاقيها على أشكال غريبة وعجيبة. نرجو الله سبحانه وتعالى ألا تكون ثقافتنا هي حب جمال المعصية، مش عايزينها دي، حب جمال المعصية دي. لكن حلال ولا حرام؟ حلال الاستفادة بالفوارغ، أملاها مية وأحطها في التلاجة، أحطها كزي ذكور، أعمل كذا إلى آخره. وإنما في كل مرة أنظر إلى جمال التناسق والصنعة، ولا أنظر إلى احتوائها لهذا المنكر من الخبائث وهي الخمر.